ठीक है आओ मेरे पास। فضاءات السعادة الحق في جودة السكن. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن جولة عبر أهم المقالات الصادرة في صحفنا الوطنية لنهار الاثنين. ونستهل جولتنا من يومية المساء التي أشارت لزيارة المرتقبة للملك محمد السادس لمدينة الدار البيضاء، والتي على خلفيتها تلقى ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية تعليمات من المديرية العامة للأمن الوطنية بضرورة رفع درجة اليقظة والحذر وتكثيف الحملات التنشيطية بعدد من النقاط السوداء. يومية الأخبار كتبت في خبر آخر أن المنظمة الديمقراطية للشغل تأخذ إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الأربعاء المقبل، وذلك احتجاجا على فشل السياسة المتبعة من طرف حكومة بن كيران، موضحة أن الفشل يتجلى في ضعف فرص الشغل وتنامي الفقر والبطالة بالإضافة إلى توسع الفوارق الاجتماعية. من جهتها نشرت صحيفة الناس أن جنديين من الجيش الجزائري أشهرا أسلحتهما ضد عناصر من الجيش المغربي في المركز الحدودي جيرمان في فيجي قبل أن يقوم بنزع ملابسهما ويقوم بحركات استفزازية. تفاصيل هذا الخبر ومواضيع أخرى تقرأونها ضمن يومية الناس. ونختم هذه الجولة من يومية الصباح التي توقفت عند الإجراءات الجديدة لضبط سلوك البرلماني، نائد ينوي رئيس مجلس النواب مراجعة مدونة السلوك البرلماني وضبط الحضور وتفعيل القوانين الداخلية بشأن الاقتطاعات عن التغيب عن الجلسات العامة واجتماعات لجان البرلمانية الدائمة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الصحفي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. We'll be right back.